ضلع سلاتي. الله ينتقم منهم وينتقم منهم اللي بعدونا. الله ينتقم منهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف ابوك يا خالد الناس؟ كان تعذيب، كان تعذيب. شفتي اسرى دنيين؟ شفت بنات، بنات لحاله وشباب لحاله. طيب ايش كانوا يعملوا معك بالاسئله؟ كانوا يعذبوا البنات وحطوهم سجن فرادي، يكلبشوا ايديهم ورجليهم، وكانوا يهددونا، يقولوا لو بتعملوا اي شيء بنحطكم سجن فرادي. الاكل والشرب يا خالتي كيف كان؟ الاكل قليل جدا ومش كويس. والعلاج؟ مفيش علاج، بيجي دكتور كل يومين ثلاثة بيجي مرة. يدينا اي علاج وبروح. ايش اسمك؟ ولما بدنا اي علاج اللي بدنا دكتور بنقعد اسبوع نطالب لما يبعثونا على الدكتور. بتمنى كل الاسرى يطلع زي ما انا طلعت. كان في اهتمام من الدكاتره هناك في السجن؟ ما فيش، كل وين وين لما بيجي دكتور. الاسرى كانوا يتعذبوا كثير في السجن. كانوا يتعذبوا الاسرى وبالذات الشباب، الشباب اكثر من البنات. بقوا الشباب معنا يعيطوا، جابونا من معبر كسوفين يجروا فينا جراي لعند ما وصلونا لهنا ساعة، وإحنا بنجري على رجلينا وبنقع وبنقوم. شايف كيف مبهدلين؟ شايفنا كيف بنقف بنقوم بنقع وهم بوقفوا للشباب. الله يرضى عليهم. واحد من هنا واحد من هنا، قالوا لنا معاكم نص ساعة، لو ما طلعتوش من هنا حنطخ عليكم. ضلينا نجري من معبر كسوفين لما وصلنا للمعبر آخر الشارع. طب في كثير أسيرات جوا؟ مليان السجون، أسيرات مليان السجون. بتمنى كل الأسرى انهم يتحرروا ويطلعوا. اني كان رايحة تتقالش بالطفة ومن قبل 60 يوم أحضر الخيرت وخلوها اليهود وعذبوها في الأول، قالوا انها انضخت، ولكن الحمد لله وابن اليوم أكرمنا بالاتصال ان هي لسه عايشة واجت على مستشفى الأقصى، واجي الحمد لله نجي ونأخذها، والحمد لله اللي أكرمنا بشفت الحجة. وكما قالت قبل شوي تعذيب، ما في شيء أكل، إهانة، سجن الفرادي، كلبشات، لكن الحمد لله وحسب الله ونعم الوكيل. اليهود كيف تم التواصل معكم؟ والله اتصال فجأة، احنا فقدنا الامل كلهيد، لان حكم الاول ماتت، لكن الحمد لله ربنا قدر انها تكون عايشة. اجانا اتصال فجأة منها، هين انا في مستشفى الاقصى وحي حوزف والحمد لله على كل حاجة. 60 يوم احنا مش شايفين، الحمد لله ربنا اكرم شفتها. صحيح الحمد لله ربنا ايش اكرمنا بشفتها. كيف شعرت لما شفتها؟ كيف الشعور؟ شعور لا يوصف، شعور لا يوصف. الحمد لله ربنا اكرمنا بشفت الحجه يا رب. الحمد لله. هي كانت طالعه تتعالج واعتقلوها من جوا، كانت عند خالتي واعتقلوها، ومنع اتصال ومحدش كان قادر يوصل لها، فكرناها فقدت او استشهدت، لكن الحمد لله ربنا اكرمنا بشفتها والحمد لله على كل حاجه. ايش كانت الحمد لله؟ كانت تتعالج، هي كانت تتعالج، ولما صارت الاحداث راحت عند خالتي في السبع وظلت هناك، اجوا كبسوا عليهم اليهود واخذوها ايش من هنا، وقالوا اول شيء انهم طخوها وهم طالعين، لكن الحمد لله ربنا ايش اكرمنا بشفتها مره ثانيه وانها طلعت الحمد لله على كل حاجه. تعبان كثير، كثير تعبان انا. ارجع ارجع يا اقصى.